ومن أهم يعني العناية باللغة العربية ما أخبرت به من قبل أحد المشايخ خرج من هنا من سلطنة عمان قبل أكثر من 3 عقود من سنين، قبل أكثر من 30 عاما، إلى باكستان وحضر مؤتمرا هناك، حضره لفيف من المسلمين. وبعد ما انتهوا من فعاليات المؤتمر دخلوا على الرئيس الباكستاني في ذلك الوقت الجنرال ضياء الحق، وتحدث عن الوفود أمام الجنرال ضياء الحق الشيخ حمدي الذي كان في ذلك الوقت مفتيا للمسلمين في الاتحاد اليوغوسلافي، وهو لا يزال حيا إلى الآن، ما سمعت عن وفاته، وهو الآن يسمى مفتي بلغراد. الشيخ حمدي دخل على الرئيس ضياء الحق، والرئيس ضياء الحق لا يتقن العربية إنما يتحدث بالإنجليزية، والشيخ حمدي هو متمكن من اللغة الإنجليزية يتحدث بها بطلاقة، ولكنه عندما تحدث إلى الرئيس ضياء الحق لم يتحدث إليه بالإنجليزية، إنما تحدث إليه بالعربية، وكان بينه وبينه ترجمان، مع أن الرجل غير عربي، هو من البوسنة، هو بوسني، ولكن تحدث باللغة العربية باللسان العربي. وعندما سأله الوفد العماني كيف تركت بينك وبين الرئيس ترجمانا ولم تتحدث إليه مباشرة وأنت تتقن الإنجليزية وبإمكانك أن تفهمه بدون ترجمان، قال له: وهل يليق بمسلم يحسن العربية أن يتحدث بغيرها؟ هذا اعتزاز باللغة العربية. ومع الأسف الشديد العرب أنفسهم لا يوجد عندهم هذا الاعتزاز باللغة العربية.